اليوم رح أشوي بيكانيا، والبيكانيا بالنسبة لي أطيب قطعة ستيك بالبقرة، والسبب لأنه فيها طراوي وفيها طعمي وسعرها معقول كتير. ولو بتعملوها مثل ما رح أفرجيكم هلأ، صدقوني لما أقولكم ما رح تلاقوا شيء أفخم من هيك. قصة البيكانيا مش كتير مشهورة على القليلة سابقا، واللي شهرها من جديد هن البرازيليين، واللي بيميزها هو غطاء الدهن اللي عليها اللي بيسموها فات كاب. وبالبرازيل لو ما أكلت هاي الدهنة اللي على الستيك تعتبر إهانة. ليش بالبرازيل بيميزوها وكيف انشهرت؟ سؤال يمكن مش كتير مهم بس جوابه مثير للاهتمام. بتسعينات القرن الماضي صار في مصادرة خاصة للثقافة البرازيلية من خلال شغلتين: الجوجوتسو ومطاعم الشوراسكرية. مطاعم الشوراسكرية هو بوفيه لحمة بيجيك على الطاولة، بيضل الجرسون يلف عليك بسياخ لحمة لتقول بس، في 15 نوع لحمة مختلفة وأقوى واحدة منهم بالتشكيلة لحمة اسمها البيكانيا. بس ليش البرازيل ميزوا البيكانيا وباقي العالم لا؟ هو برجع لنوع البقر، أشهر نوع بقر بمعظم الدول الأمريكية والأوروبية للأكل اسمه أنجس، بيجي من اسكتلندا، بس المشكلة بالأنجس إنه بحب البرد، والبرازيل شوب، فما بتوفي معهم إنه يرعوا الأنجس، فبرعوا نوع بقر أصله هندي اسمه برامان. والبرامان جودة اللحمة أقل من الأنجس، بس عنده عصعوص فوقاني، هو فيه طعمة مميزة نتيجة الدهون اللي فيه، فهي القطعة تميزت عندهم. بقرة الأنجس ما عندها هي العصعوص، بس عندها قطعة لحمة موجودة بأسفل ظهر البقرة، بسموها بأمريكا رامب كاب أو سيرلوين كاب، وما كانوا ينظروا لها كستيك، لأنه في قصات ستيك تانية بالأنجس أقوى مثل الريباي والتندرلوين والستريبلوين. مع انتشار الكوزين البرازيلي عرفوا انه هاي القطعة بنعمل منها افخم ستيك بالعالم. بكل فيديو بعمل طبق جانبي، اليوم رح اعمل سماشت بوتيتوز. انا بنصح تشتروا البيكانيا كاملة وتقصوها عندكم، دائما ارخص تجيبوا قطعة اللحمة كاملة وتنطفوها وتقطعوها. بتقطعوا كل حبة سماكة 6 سنتي، بيطلع معكم 6 حبات ستيك، بتقعد بالفريزر 6 شهور. هاي القطعة واجيو، ورح أشرح الواجيو بفيديو تاني لأنه حكيت كتير هالمرة. أول شيء ومثل كل مرة منملح الستيك قبل بليلة، صراحة حبة الستيك الواحدة بتكفي شخصين، بس لو أحمد موجود احسبوا له حساب ياكل واحدة لحاله. حطوها تنام ليلة بالبراد. تاني يوم ومثل كل مرة منبهرها ببهار أسود خشن وحبات الثوم، وتأكدوا إنه من كل الجهات. رح أشوي الستيك بطريقة بسموها ريفرس سير، الشوي العكسي. هي أفخم طريقة لتجهيز الستيك، بس مشكلتها بتاخد وقت. الطريقة التقليدية لتجهيز الستيك هو طبخ الستيك من برا ومنضل نقلبها لحتى توصل الدرجة الداخلية اللي بدنا إياها. المشكلة بطريقة الطبخ هي إنه أحياناً بهالعملية منلاقي في درجات استوى بقلب الستيك مش متساوية. هذا الفيديو للتندرلوين اللي عملته آخر مرة، بتشوفوا الستيك أحمر بعدين بيصير بني لحد ما نوصل للحدود الخارجية. هذا الفورورد سير. الريفرس سير هو الأحمشة العكسية، اللي هي نطبخ الستيك من جوا أول بعدين بنعملها أحمشة. منجهز المنقل لشوي الغير مباشر اللي مشروح بالتفاصيل بالشورت هون. منحط كمشة خشب على الفحم لندخن الستيك، مش خشب منجرة، هو خشب للأكل. تأكدوا من ظهر الغلاف إن نوع الخشب بناسب اللحمة، أنا مثل كل مرة بستعمل خشب الجوز. منحط الستيك على الجهة الثانية من المنقل ومش فوق النار، ومنخلي فتحات المنقل فوق اللحمة، ومنعين درجة حرارتها. أنا رح أعمل 2، واحدة متوسط ني واحدة متوسط مستوي، هاي بس أفرجيكم الفرق. لما توصل الدرجة المطلوبة منشيل اللحمة عن المنقل، ومنشوف اللون الخشبي اللي نحن عم ندور عليه نتيجة التدخين، هذا اللون المهوجني. منكوم الفحمات فوق بعضهم ليولعوا كلهم للآخر، بعدين منحط الستيك لنعطيها الأحمشة دقيقة للجهة. نشتغل واحدة واحدة، أول وش أول ستيك، أول وش تاني ستيك، تاني وش أول ستيك، تاني وش تاني ستيك، ما تشتغلوهم مع بعض. هيك فيكم تعينوا انه ما في واحدة استوت اكتر من التاني، انه طرف النار ضارب واحدة اكتر من التاني، وما بتبرد واحدة قبل التاني لو اشتغلتوا واحدة واحدة. نعمل هاي العملية على كل الجهات. جمال الواجيو اللي رح اشرح الحلقة الجاية واللي بعدها، هو لما يبلش يدوب وينقط على المنقل. مثل عادي نحطها ترتاح 10 دقايق قبل الأكل. طبعا الجانبي سماشت بوتيتوز، نسلق بطاطا لحد ما تستوي لنشك نتأكد انه ما في مقاومة، بس بالبطاطا مقاومة مهمة. نكبسها على صينية من ورق خبز مش ورق شمع، ورق الشمع ما بنحط بالفرن.
نكبس عليها بكاسة أو أي شيء عندكم إياه، واستعملوا ورق عشان ما تلزق. فيكم تحطوا عليها اللي بدكم إياه. أنا حطيت ملح وبهار وحبات الثوم ورشة زيت زيتون. فيكم تحطوا زبدة، فيكم تحطوا بابريكا، بعدين مشويهم بالفرن محمى سابقا على 200 درجة مئوية لمدة نص ساعة. والنتيجة مثل ما قلت، عملت واحدة متوسط ني اللي هي 55 درجة مئوية من الداخل، واحدة متوسط مستوي اللي هي 65 درجة مئوية بالداخل. أنا عادة بكل على 60، بس عملت عشان أفرجي الفرق. تصوير هون اللي عم بصوره وقت الأكل، عملت على الدرجة اللي بحبها اللي هي متوسط. هاي دمار، انفجار بتمي. ما يعني ما هقدر أكل أكتر من قطعة لأنه طعمة الدخان، طعمة الدهنة هاي هون مع البهارات اللي بقلبها مخيف. يعني أنا مش مبسوط لأنه ما رح أكل منه. بس يا أولاد